السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى نبدأ في هذه الحلقة الأولى من دورة المرضى التثقيفية في علاج المرض الروحي أو غيره من الأمراض. أحبتي في الله، طبعا كما هو موضح مخطط دورة المرضى رقم 1 أو الجزء الأول، وهذا الجزء هام جدا حتى يتبصر الإنسان في نفس هذا الموضوع وقد يستفيد ويفيد غيره. هذا المخطط وضعناه تسهيلا لمن أراد أن يتعالج أو يتداوى، مع أن هناك كلام العلماء أن الإنسان الذي يصبر على بلائه له أجر، ومنه حديث المرأة التي كانت تصرع وطلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء لها، فخيرها بين دعائه وبين أن تصبر وتحتسب، فقالت أصبر وأحتسب ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف. ولكننا في زمان الناس كلهم ابتلوا بكثير من الأمراض وأنواع الأمراض المعروفة وغير المعروفة، وامتلأت المستشفيات وازدادت الإصابات الروحية بمختلف أشكالها والحسد وغير ذلك، ونشأ الناس على هذا، لابد من الدواء ولابد من العلاج ولابد من العمليات، لا محالة. هنا لابد أن يتعلم الإنسان يعني شيء كبير مما يدور حوله، شيء كبير مما يدور حوله. وأول درس الذي سنبدأ فيه الآن هو أقسام المرضى. أقسام المرضى أقصد به أن المرضى يعني منهم الصغير الطفل، ومنهم الكبير، ومنهم الذكر، ومنهم الأنثى، ومنهم المريض مرض روحي، ومنهم المريض مرض عضوي، ومنهم المريض مرض نفسي. كل هؤلاء يحتاجون إلى مثل هذه الدورة حتى الإنسان يعني يتعلم أين أتجه. هل أتجه إلى الطبيب؟ هل أتجه إلى الراقي؟ هل هناك أمور أستطيع أن أفعلها بنفسي؟ نعم بإذن الله تعالى. فإذا تكلمنا مثلا عن هذا العلاج يعني في أقسام المرضى، طب ما هي الفائدة منه؟ يعني كم نرى أبناءنا، وأشكر الحقيقة أحد الرقاة، والله ما أذكر من هو لكني سمعت مقطعه، قال: يا إخوان كلنا نهمل أطفالنا، يسقط الطفل على رأسه ثم يسخن في الليل وتحدث له أعراض ومضاعفات، ونذهب به إلى الطبيب ويأخذ مسكنات، ثم بعد ذلك حينما يكبر نجد أن هناك إصابة قديمة عند هذا الطفل نشأ بها وترعرع بها ولم يعني نتنبه لهذا الأمر، سواء كانت عين أو كان مس أو غير ذلك، أو مرض يعني عضوي، مرض عضوي. بعضهم يأتي مثلا يحدث عنده مثلا بعد سنوات خلل مثلا وظيفي، فإذا سأل الطبيب في أرشيف ذلك الطفل أو ذلك الشخص البالغ هل حدث له كذا، يقول: نعم سقط زمان على رأسه. يذهب الطبيب يبحث بحث آخر ويقوم بأشعات MRI وغير ذلك، يقول: نعم هناك يعني نتج عن تلك السقطة تأثير وظاهر في الأشعة، مثلا تجلط دم أو غير ذلك في الرأس، يحتاج إلى عملية، يحتاج إلى علاج معين يستمر عليه سنة أو شهور أو غير ذلك. إذن لابد للإنسان أن يتبصر في حاله، صغيرا أو كبيرا أو ذكرا أو أنثى، هذا المرض الروحي أو غيره من المرض. لماذا أيها الأحبة؟ وأرد في هذا على كل من تكلم بالذات في المرض الروحي. إذا اشتكى الإنسان من جنبه وقال: يؤلمني في هذا المكان مثلا، كل من يرون هذا يسمعون هذه الشكوى يقول: بسرعة تذهب إلى المستشفى القلب، لا تهم إلى هذا الأمر، لا تأخر. قال: عندي صداع وتغير عندي، يقول: اذهب انظر إلى الضغط، قيس ضغطك، لا تهمل نفسك، ممكن تأتيك جلطة. لكنه إذا اشتكى شيء من الأمراض الروحية يقول له: لا توسوس. وهذا كلام خطأ،
ولهذا أيها الأحبة حينما أقول صغير كبير ذكر أنثى مريض روحي مريض عضوي مريض نفسي غير ذلك نقول لابد مثل ما تذهب عند الأطباء تعرض نفسك تذهب إلى الراقي أو تتعلم، وهذا الشيء الذي نحن نريد أن نضعه الآن بإذن الله تعالى. حتى الإنسان إذا نظر إلى الطفل، طفل ما يستطيع ينفع نفسه، ترى أشياء معينة تسمعها ستفهم دليلنا ماذا. وأرد في هذا أيضا على بعض الأفاضل من أهل العلم حينما يقول لا تجعلوا الناس يوسوسوا ولا تخوفوهم، نقول لا يا شيخ، لكن سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي في سحره 6 أشهر على الصحيح. الحمد لله أنه ما تغير شيء في رسالته وأداء رسالته، وإنما كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم، أو أنه فعل شيء ولم يفعله في غير العبادات. وأيضا كان يشعر بثقل في جسمه وصداع. طيب متى عرف أنه مسحور؟ حينما نبهته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله ما لك فينا حاجة، وذكرت له هذا الأمر. قال ثم ذهب فدعا، ثم دعا أي ألح الله في الدعاء أن يبصره بالشيء الذي عنده، فبصر الله سبحانه وتعالى بأنه مسحور. هذا في أي زمن؟ في زمن السحر لم يكن منتشر أبدا إلا عند اليهود، وسحره كان سحر من اليهود. طيب ما بالنا في هذا الزمان؟ مثل الأمراض، ما كانت توجد أمراض كثيرة حتى يبحث الإنسان عنها، لكن الآن إذا الإنسان حدث له شيء مثلا من أعراض مثلا الأمراض المنتشرة الآن، كورونا، إنفلونزا الخنازير، إنفلونزا الطيور وغير ذلك، اذهب بسرعة إلى المستشفى، خذ المصل، اصنع، افعل، احجروا عليه، لا تدخل بين إخوانك، لا تدخل مع زوجتك، لا تبقى، لا تذهب إلى العمل، ضع كمامة، خذ. ثم نأتي إلى هذه الأمراض نقول لا تفتش عن نفسك حتى لا توسوس. هذا كلام خطأ جدا. نحن نقول تأكد أنك خالي من هذه الأمراض حتى يعني تبحث في المجال الآخر، طبي أو شيء نفسي أو غير ذلك. هذا ما أحببت أن أذكره وأبينه في هذا الموضوع. فقد سحر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن يتنبه لهذا الأمر، ثم بعد ذلك بدأ الناس يتنبهون. فحينما يأتي إنسان مثلا يقول أجد في بيتي مثلا بعض التمائم، أجد بعض الأشياء السحرية، أشياء واضحة مثلا ليست وسوسة، فلان دخل عندنا البيت مثلا ووجدته مثلا نثر مثل البودرة هكذا من يده، وحينما نظرت إليه ارتاب، وعندي كاميرا وجدت قريب لي جاء عند الباب هكذا ووضع قليل من الماء عند الباب وذهب، ما هذا الفعل؟ سحر. هنا نحن نقول لابد الإنسان يتعلم في هذه الدورة ويتبصر، وحتى يسأل أبنائه مثل ما يعلم الشخص أطفاله ويعلم زوجته في أمور كثيرة. إذا ذهب إلى المدرسة ينتبه لا تخالط فلان حتى ما تؤذى مثلا من سلوكه، أو لا يعني مثلا تفعل شيء مثلا من الأفعال الخاطئة. تنبيه هنا أيضا ينبه الأب ابنه. حينما ينبه الأطفال في هذه المواضيع، حينما ينبه الأطفال بإذن الله تعالى ستكون هناك دورة للأطفال، نعم، حتى يتنبهوا. حينما يتنبه الأطفال لمثل هذه الأمور، وأطفالنا الآن ما شاء الله تبارك الله يفهمون كل شيء، يفهمون أحسن منا. حينما ينبه قد يأتيك الطفل يوما يقول لك يا أبي وجدت هذا الشيء الغريب الذي رأيت صورته عندك، أو نبهتني إليه، أو وعيتني عليه. تقول له نعم هذا سحر، نأخذه الآن عند هذا الشيخ يفكه، أو تتعلم أنت كيف تفك مثل هذه الأمور. حينما يأتي ابنك وتقول له أين كنت، ويقول لك أنا كنت في بيت خالتي في بيت عمتي، وتظهر عليك على طفلك علامات الإصابة بالعين أو التعب أو بعض الأعراض، أعراض العين، وتكون أنت تعرفها وابنك يعرفها، يقول لك يا أبي قالوا عني كذا، أكلت قالوا عني كذا، شعرت بآلام في المعدة، تقيأت عندهم، سقطت على وجهي حينما تكلموا هذه الكلمة. هنا الإنسان يبدأ يبحث ويتنبه فيما يدور حوله.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحلقة مفتاح لهذه الدورة، الجزء الأول من هذه الدورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.